اهلا بكم مجددا، معكم بروفيشنال جيم ريفيور عمر وحيد من اي جي ان ميدل ايست. ده الجزء الثاني من تلخيص مؤتمر اي 3 2014. زي الجزء الاول هركز على النقط المهمه في مؤتمر سوني، لكن لو عايز تفاصيل المؤتمر بالكامل تقدر تزورنا على موقع me.ign.com. مبدئيا هتكلم عن شيء لم يكن مفاجئ طبعا، وهو اعلان ميتل جير سوليد 5 ذا فانتوم بين المسرب مسبقا. لاحظت وقتها التصفيق الخافت على الاعلان لان الناس شافته قبل كده، واحنا ايضا في البيوت الحقيقه. اما عن The Last of Us Remastered، النسخه المعدله خصيصا لجهاز PS4 من اللعبه الشهيره The Last of Us، فالاعلان لاحظت انه في تكشر اقوى للعبه، الشكل افضل بعض الشيء، يمكن بعض السبيكولر مابس جديده، لكن مفيش اختلاف جذري، او على الاقل مش هقدر احدد الا اذا وضعت ايدي على اللعبه. اولا كان في اعلان مهم جدا اثناء المؤتمر عن جهاز جديد اسمه PS TV، وده جهاز يقدر يخليك تلعب اللعبه تلعب العاب البي اس 4 بتاعتك على تلفزيون مختلف بعيد عنه عن طريق الريموت بلاي. هتقدر من خلاله تحصل على بعض خدمات الفيديو القويه، والاهم من وجهه نظري انك تقدر من خلاله تلعب العاب كتير للبي اس 3 بي اس فيتا وبي اس 1 ايضا. الجهاز سعره $99، والشركه منزله عرض على جهاز ب $139، بيجي معاه دول شوك 3 كنترولر، 8 ميجا بايت ميموري كارد، اتش دي كيبل، وايضا لعبه ليجو ذا موفي. ايضا تم الاعلان عن مجموعه من الالعاب المجانيه لجهاز PS4 وPS Vita قادمه في 2014، وايضا مجموعه جديده من الاندي جيمز، بالاضافه الى اعلان قصير جدا للعبه انشارتد 4 في شخصيه نيثان دريك مغمى عليه بيفوق بيتحرك وبعد كده هياكل عظميه. بس فيش جيم بلاي ولا اي حاجه. ايه يا سوني عايزين نشوف. المهم كان في المؤتمر مزيد عن باتل فيلد هاردلاين، طور اللعبه العنيف الدموي للغايه للعبه مورتال كومبات اكس، اعلان سريع عن جي تي اي 5 لبلاي ستيشن 4، اكسبانشن جديد لكيلزون شادو فول اسمه انترسبت، بالتاكيد كان في جيم بلاي وتريلر للعبه ذا اوردر 1886. بس يعني خلاص بقى يا سوني بجد عايزين نلعب اللعبه دي، يعني يا ريت كده كفايه اعلانات، ولا انتوا ايه رايكم؟ كان في اعلان ديستني، كان في ايضا اعلان لاكسبانشن جديد للعبه انفيموس اسمه فيرست لايت ببطله مختلفه وهي احد شخصيات سكند سون. اما عن فار كراي 4 فكان هناك جزء من الجيم بلاي غني بالتفاصيل، الحقيقه بيبين قد ايه اللعبه فعلا هتكون ممتعه. انا انصح الحقيقه تتفرجوا عليه على كل حاله. ليتل بيج بلانيت 3 شفنا اعلان عنها بيشمل اسلوب اللعب الشخصيات الرئيسيه، وبالتاكيد المجال لا يزال مفتوح لابداع اللاعبين في تصميم المستويات الجديده. كان في اعلان عن ثلاث العاب جداد، اولهم اللعبه الدمويه العنيفه ليت ات داي، ما قدرتش احدد اسلوب اللعب فيها هيكون عامل ازاي، كان الاعلان كله اعتقد لايف اكشن، صعب انك تحدد الحقيقه اللعبه في الاخر هتكون شكلها ايه. ايضا اعلان اللعبه الدمويه بلاد بون، واللي واضح انها هتكون اشبه بلعبه دارك سولز. اللعبه الثالثه هي لعبه ابزو، وهي لعبه من نوع الارت جيمز، اللعبه كان شكلها جميل، الرسوم فيها بتحمل حس فني عالي. بمناسبه الارت جيمز تم الاعلان عن لعبه جديده وهي انتوايند، لعبه سرياليه عن طائرين منفصلين بتحرك كل واحد فيهم عن طريق ستيك مختلف في الدراع. في قصة طبعا وراء الموضوع، أنا متأكد إننا هنفهمها لما نضع إيدينا على اللعبة في النهاية. كان في مؤتمر سوني مكان لأكثر من ابتسامة، أولهم كان لجواب مكتوب بخط الإيد لبنت عندها 12 سنة تتكلم عن الألعاب القديمة اللي تم إهمالها بسبب تطور أجيال أجهزة الألعاب. بيتضح في الآخر إن البنت دي هي المطور الشهير تيم شيفر، وبيعلنوا وقتها عن استعادة لعبة جريم فاندانجو لجهاز PS4. واو. ايضا كان في اعلان ماجيكا 2 من الاعلانات الاخف ظلا في هذا المعرض، بص مش هحرق لكم كتير، يا ريت تتفرجوا عليه. وايضا اعلان ديد ايلاند 2 واللي بيبين جانب ساخر لنهايه العالم على ايد الموتى الاحياء. طبعا اللي صمم الاعلان كان نفس الشركه اللي صممت الاعلان الجزء الاول، فلسه لما نشوف اللعبه نفسها هيبقى شكلها عامل ازاي. لعبه باتمان اركام نايت، واو الاعلان بتاعها كان مبهر للغايه. مدينه اركام كانت اكثر حيويه، كان شيق للغايه اننا نشوف باتمان اخيرا بيستخدم البات موبايل داخل المدينه. ايضا الاضاءه كانت في المدينه فوق الوصف، اتفرجوا بنفسكم بعد الفيديو ده مباشره. وكان معتاد اي سيف بيست فور لاست لعبه نو مان سكاي، لعبه العالم المفتوح الجديده، كان شيء مبهر ان نرى لاول مره اللاعب يقدر يركب مركبه فضائيه من سطح كوكب يستخدمها في الطيران ومنها الخروج من الكوكب الى ان يصل ويهبط على كوكب اخر. اللعبه اوسع حتى مما يتخيل المصمم حسب كلامه، وبها تفاصيل حتى غير معروفه للمصمم منتظر اكتشافها عن طريق اللاعبين، شيء مذهل الحقيقه. ده كان ملخص لاهم العناوين في مؤتمر سوني، بالتاكيد لو عايزين تفاصيل اكتر تقدروا تزورونا على موقعنا me.ign.com. في الجزء القادم من التلخيص هنتكلم عن مؤتمر نينتندو بالتفصيل. ارجو ان تتابعوني، شكرا للمتابعه، وللمزيد ابقوا معنا على IGN Middle East.